السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. بإمكان حضراتكم التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الموضوع الأول من ملف النازحين العراقيين داخل بلدهم، إذ حصل مرصد أفاد الحقوقية على شهادات من مخيمات النزوح في بزيبز وعمرية الفلوجة تتحدث عن انتشار مرض السرطان بين النازحين وتنفي وصول أي جهة لمساعدتهم سواء من وزارة الهجرة والمهجرين أو من العتبة الحسينية، كما زعم فادي الشمري مستشار رئيس الحكومة الحالية في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي. وطبعا يتفشى مرض السرطان بين نازحي مخيم بزيبز في محافظة الأنباري بشكل غير مسبوق، فيما تواصل الجهات الحكومية تجاهل معاناة النازحين وخصوصا ذوي الأمراض المزمنة والسرطانات، وتستمر بالتغاضي عن التزاماتها بإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتقديم الدعم اللازم لهم. نازحة من هذه المخيمات تتحدث عن تهجيرهم منذ 11 عاما من جرف الصخر نحو مخيم بزيبز، وتتحدث عن معاناة زوجها المصاب بالسرطان وعدم قدرتها على تحمل علاجه وعدم قدوم أي جهة حكومية أو منظمة إنسانية لمتابعة حالتهم. دعونا نشاهد ونستمع. والله حالته مرض سرطان براسه. نعم. سوينا العملية. نعم. انتحراس وشلنا الورم ورجع الورم، ورحنا لبغداد سوينا له هاي جرعة الإشعاع 30 جلسة. سبحان الله. وجبناه، وهسه كل راس شهر يروح للدكتور ياخذ هاي الكبسونة كل خمس أيام بالشهر، يعني كل راس شهر ياخذ. براس. ايه؟ تمام. زين ماما، انتم مين من يا منطقه؟ من جرف الصخر. من جرف الصخر. ايش صار لكم بالخيمه هنا؟ صار لنا 11 سنه. زين، ما حد راجعكم من منظمات، من جهات حكوميه غير حكوميه؟ لا. مستشفيات شيء؟ يعني تبنى محالة السرطان اللي عنده؟ لا. تمام. زين، صار لكم 11 سنه هنا بالمخيم؟ اي والله 11 سنة. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل الى مقطع اخر. نازحة مصابة بالسرطان من القطاع الثالث في مخيم بزيبز تشكو الضائقة المالية التي تعاني منها، وتناشد أهل الخير لمساعدتها بإكمال علاجها، وتنفي وصول أي جهة حكومية أو غير حكومية لمتابعة شؤونهم. دعونا نشاهد. السلام عليكم، أنا أناشد الناس الخيرة، أنا مسوي عملية عندي مرض سرطان، وأناشد الناس الخيرة، الناس ساعدني بعلاجي، والله الأجورات غالية والعلاجات، وطبيب يريد والله العظيم، وأنا دكتور بالرمادي، والكروة هواي غالية، وأناشد الناس الخيرة، وسويت عملية بالخميس، والعلاجات هواي غالية، والله ما قدرت الباحة من غير الضماد ما قدرت أجيب العلاج. كتب لي الدكتور وجبت نقيصه لان ما اقدر اجيبه، وهذا البوتكسان سويته ب 700,000، وهذا تحليل الزرع ب 400، وتحليل الثاني ب 500 هذا الجديد، لان انا سويت اول عمليه والثانيه اظهر النوب بدل الوحده القده طلع الخمسه، وشلت عمليه فوق الكبرى، واني نازحه من جرف الصخر. الملف لا ينتهي عند هذا المقطع، بانتقالة إلى مقطع آخر. نازحة من مخيمات أو في مخيمات عمرية الفلوجة مصابة بسرطان الثدي تعيل 9 أفراد، ولا يمكنها أن تدفع أجور علاجها وعملياتها، وتناشد الجهات الحكومية والإنسانية لمساعدتها. دعونا نشاهد. السلام عليكم اخواني العزيزين، والله انا خيتكم ومريضه وعندي سرطان بالثدي، وما عندي عالج نفسي وما عندي غير بس رحمه الله، والله من الله من عندكم شاهده، صاحبه بنيات احنا 9 نفرات، والله ما والله لا جارس حايره بي، الله شاهد، وريد من الله من عندكم وما لي غير بس الله منكم، والله مهجره صار لي 11 سنه، الله شاهد كل شيء ماكو من جرف الصخر، والله والله العظيم وما لي غدا، والله يبدون اليوم صار 4 أشهر، والله عاطتني وما وعيني، الله شاهد، وهذا مال الكيمو والله يشهد علي، وانا ساحبة اطفال، وباوع على الله وسموا عليكم، انتم اخوتي الطيبين، اي والله على الله وعليكم، ما لي غير بس الله، خلط الله عليكم كل من واحد يباوعنا ويشوفنا بعينه، خلط الله عليه جزاء الخير.
نستعرض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. صهيب يقول: بزيبز شاهد على فشل الحكومة، أو شهاب عفوا، شهب. أبو سمر يقول: للأسف ماكو شخص صادق يشتغل على ملف النازحين، وأهم هذه الملفات ملف جرف الصخر. خطاب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وين أكو شعب نازح داخل بلده وأغنى بلد بالعالم؟ رأفت يقول: الله يكون بعونكم إن شاء الله، تنحل كل أزماتكم وترجعون لبيوتكم سالمين غانمين. تعليق لدينا من أبو ياسين يقول: الله يكون بعونكم يا رب العالمين، يا الله، حال العراقيين من سوء إلى أسوأ، لأن الحكومة ليسوا أناسا وطنيين جاءوا لمحاربة الشعب العراقي. 20 عاما ليسوا أناسا وطنيين جاءوا لمحاربة الشعب العراقي. 20 عاما من الخراب والدمار الممنهج والسرقة والمخدرات والفساد بأنواعها. يونس يقول: إلى الله المشتكى، نحتسب أمرنا لله الواحد القهار على كل ظالم. خلونا نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من باب المشاهدين الكرام. سيد عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عبد الرزاق، 11 سنة من لحظة إعلان حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية ب 2016 وما تلاها وما قبل ذلك، الناس ذولا بالمخيمات يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، يفتقدون للعيش بكرامة، يفتقدون لمناطقهم، ممنوعون من العودة إلى مناطقهم بسبب الميليشيات وبسبب الأحزاب اللي تتهمهم بالإرهاب، اللي تمنعهم من دخول مناطقهم تحت ذريعة أنه إحنا حررناها. طيب إذا حررتوها وهي خالية من الإرهاب الآن، جرف الصخر على سبيل المثال، ليش تمنعون أهلها من العودة إليها مرة ثانية؟ دكتور عمر، أنا محمد وياك، محمد سيد أستاذ محمد حبيب قبل الله يخليك يسلمك. أستاذ محمد، أنا راح اليوم أنا أتحول الآن للمحاور وأنت اللي يجيب على الأسئلة. منو اللي جاي يحكم البلد اليوم؟ يفضل نبقي نفس الأدوار حتى أسمع منك الإجابة. أستاذ محمد، نعم. اليوم اللي جاي يحكم البلد هم المرتزقة والعملاء والخونة والفاسدين. يعني انت ايش تتوقع يعني من انسان فاسد يبني وطن؟ هذا يبني ذاته استاذ محمد، ما يبني وطن. يدمرون البلد، والا تعال بالله عليك، يعني مساله معيبه اذا صارت هي يعني نقول منطقه من المناطق حاله استثنائيه، دخل داعش، دخل ارهاب، لكنه شغله معيبه ان يبقى ابناء البلد يعني مهجرين او نازحين الى متى؟ يا أخي إحنا عراقيين مهما تكون إنسان ما معصوم، إنسان يخطأ يغلط، لكنه تبقى العفو عما سلف. يعني خلي هذا الشعار أكرره، يعني سيد عبد الرزاق، مهما تكون هم دمك ولعمك، بس خلي جايين هم من نعم، خلي بس نتفق على نقطة. إذا كانك في بيت ما إنسان شذ عن الطريق، إن كان سارق، إن كان قاتل، إن كان مجرم، مهما كانت الجريمة التي ارتكبها، هل يتحمل ذنب إجرامه زوجته وبنته وأبوه وأمه وإخوانه اللي ما لهم ذنب ولم يتدخلوا بأي شيء من الجرائم اللي ارتكبها هذا الشخص؟ يعني هل من العدالة اليوم بالعراق، لا يعني لا شرعا ولا قانونا، يجر الإنسان أو يؤخذ الإنسان بجريرة أقاربه أو بجريرة أبوه أو ابنه أو أخوه لأنه شذ عن الطريق الصحيح؟ يعني يعاقب أو تعاقب عوائل لا كاملة، لا أهالي لا مناطق كاملة، يبعدون عن مناطقهم، يتهمون بالإرهاب، يمنعون من الحصول على أبسط مقومات حياتهم بسبب مجموعة شذوا عن الطريق، هاي العدالة؟ أستاذ محمد، نعم. إحنا لو كان اللي يحكمنا طبقة علمانية نقول يابا هذا رجل علماني، لكنه اليوم اللي جاي يحكمنا هم من يدعون الإسلام والإسلام السياسي، فهم حتما مارين على الآية القرآنية اللي تقول لا تزر وازرة وزر أخرى، فهم مطلعين وعندهم ثقافة وإلمام بالأمور الدينية، فمن المعقول
اللي هم يعني مطلعين على الفقه الإسلامي أن ما مرين على هذه الآية القرآنية مثل ما تفضلت، شنو جريرة الأبو أو الأم أو الأخ أو الأخت؟ إنسان شذ والإنسان يتعاقب يبقى متهم إلى أن تثبت عليه الإدانة ورجع هاي العوائل. يا أخي مو مسألة مو لائقة بأنه إحنا داخل بلدنا غرباء، داخل بلدنا مهجرين. إلى متى؟ يعني الإنسان لازم يراجع نفسه، أنت اللي تمثل اليوم تمثل القرار السياسي بالبلد، إلى يعني أنت ما تستحي من نفسك مخيمات مال النازحين، وإحنا كنا عراقيين صار غلط عند منطقة من المناطق، ما تدري المنطقة كلها تتعاقب. مو خطأ منطقة أبو سيد عبد الرزاق، الفشل اللي أدى إلى دخول العراق بدوامة الصراعات، المشاكل العسكرية اللي صارت ودخول داعش والفوضى وسقوط ثلث العراق بيد داعش بسبب نور المالكي وحكومته والجيش الذي انهار أمام ثلة قليلة، مجموعة جتي سقطت مدينة مثل الموصل بها ما لا يقل عن أكثر من 55 ألف منتسب للجيش، ما بين ضابط وما بين جندي بسلاح وعتاد. يعني يلام ابن البلد لو تلام الحكومة اللي لازمة زمام الأمور، زمام الأمن، الحدود، الأمن الداخلي للمحافظات. يعني ما شفناهم المالكي وغيره اللي تسببوا بمجزرة سبايكر، اللي تسببوا بسقوط ثلث العراق بيد داعش، ما شفناهم، والقيادات العسكرية طبعا اللي انهزمت وتواطأت، ما شفناهم بالمحاكم دي يتحاكمون. مو المالكي هو السبب اللي أدى إلى حدوث مجزرة سبايكر؟ مو المالكي هو السبب اللي أدى أنه داعش يدخل للعراق؟ مو المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة؟ ليش ما شفنا يتحاكم؟ أستاذ محمد، الطبقة السياسية اللي إجت بعد 2003 إجت بنفس طائفي، ما إجت بنفس وطني، إجت بالنفس الطائفي، وهو هذا اللي راده منهم المحتل، فشجعهم على هذا، هو المحتل، فهم نفذوا إرادة المحتل، رغبات المحتل، فهم ما تعاملوا يعني ويا العراقيين بالنفس الوطني وإحنا أبناء بلد. يعني أنت تتذكر شو اسمه المالكي أو ما أعرف شو اسمه ذاك الجعفري من يقول إحنا شو اسمه أولاد الحسين وذلك، يعني هذا معيب والله يا أخي. إحنا طيب. إحنا كعراقيين هذه المسائل معيبة، يعني إحنا حتى ما محببة للألسنة مالتنا يعني ننفضها وننطقها وهذه، لكن هم إجوا معبئين بالنفس الطائفي فلعبوا على هذا الوتر وأدوا إلى شقاق البلد. وإحنا يعني نطلب من كل عراقي أن ينتبه المخططات هذه الطبقة السياسية اللي دمرت البلد ويعني تحاول تدمير البلد. يعني ما متأهية. ممتاز، أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام اللي راح نتحدث به الآن، أعطى بدايته السيد عبد الرزاق من بابل وتحدث عن المخططات الطائفية اللي تقودها وتعمل على تقويتها وتحقيقها وتنفيذها بشكل مستمر الأحزاب الموجودة في العراق اليوم. بعد الجدل الشعبي الواسع والغضب الذي عم الشارع العراقي بسبب محاولة أحزاب السلطة الطائفية المقربة من إيران أو المحسوبة على إيران إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي يرسخ للطائفية ويهمش دور المرأة ويحرمها من حقوقها في حالة انفصال الزوجين. طبعا البرلمان سحب مقترح التعديل رضوخا للضغط الشعبي بذريعة إعادة دراسته مرة ثانية. في هذه الأثناء ومن داخل مجلس النواب وفي إطار محاولات تأجيج الطائفية في العراق، اعتبر النائب حسن سالم أن سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والطائفية من جدول أعمال البرلمان الحالي يأتي ضمن محاولات اضطهاد التشيع المستمر منذ 1400 عام على حد زعم حسن سالم. وفي مقطع انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ستتابعونه بعد قليل، يظهر حالة من السجال الدائر داخل قبة البرلمان بشأن قوانين وصفها مراقبون أنها لا تخدم المواطن العراقي الذي هو بأمس الحاجة إلى تشريع قوانين أهم من تعديل قانون الأحوال الشخصية كقانون العفو العام وقانون تعديل سلم الرواتب وزيادة رواتب المتقاعدين وغيرها من القوانين التي تخدم المواطن العراقي. لكن الطبقة السياسية في العراق تتجاهل هذه القوانين وتنشغل
بقوانين طائفية لا تخدم مصلحة الشارع العراقي، بل هدد هؤلاء النواب الذين ستتابعونهم بعد قليل، هددوا بمنع إقرار قانون العفو العام إذا لم يتم إقرار قانون أو تعديل قانون الأحوال الشخصية. دعونا نتابع هذه اللقطات من داخل البرلمان مشاهدينا الكرام، واسمعوا النفس الطائفي الذي يخرج من هؤلاء. نطالب تعليق كل الجلسات بحد ما يعرضون هذا القانون، أما هيك لا والله، كمكون شيعي لا بلا ما نحضر، وقانون العفو ما يمشي نهائيا. لطالما هيك لطالما يتعامل طائفياً قانون العفو مجلس النواب واعتداء على صلاحية أعضاء مجلس النواب مو صحيح. يعني هم من أمس ما صاروا معارضين. نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ياسمين تقول: حليتم مشكلة الكهرباء والماء والتعيينات والمظلومين بالسجون والقتل بالشوارع واغتصاب الأطفال وقتلهم والعنف ضد المرأة، لو بس راكضين وراء المرأة العراقية وتريدون تنتقمون منها. عماد المالكي يقول: كافي كذب، التاجرون باسم آل البيت وهم براء منكم، أكلتوا الأخضر واليابس، حرامية. سوي حل الكهرباء للشوارع، جاي على زواج القاصرات. تعليق لدينا من ماهر الطائي يقول: يا ريت لو دفاعكم المميت هذا من أجل تقديم الخدمات والكهرباء. ضمن التعليقات لدينا من العراقي يقول: ليش قانون التقاعد الموحد ما تتعاركون عليه؟ لو مالكم بي خبزة لأن ينصف الفقير. ضمن التعليقات من أنفال تقول: تقارن قانون العفو اللي بي آلاف الأبرياء نايمين عشرات السنين بالسجون بتهم كيدية، تقارنه بتشريع قانون زواج للقاصرات والأطفال؟ بئس العمل ما عملتموه. طه يقول: مجلس النواب حلقة زائدة بس رواتب وامتيازات، أصبحوا نقمة على الشعب، قاضيها عركات ومساومات. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة، إلى محافظة النجف، حيث انتقد ناشط من المحافظة سوء الكهرباء وكثرة انقطاعاتها، ويدعو إلى الخروج بتظاهرات حاشدة لرفض الواقع الخدمي بالمحافظة والمطالبة بتوفير الخدمات كافة. دعونا نشاهد. حكومة الإنجازات، حكومة الخدمات، ولكم جهالنا فطست، ولكم الوادم عدها مرضى ببيوتها، الوادم ماتت، الوادم هلكت. أنا إذا بيتي طابوقات شوية ببرودة، الوادم قاعدة بجذوع نخل، وادم تشينكو، وادم قاعدة ببلوك، الوادم فطست ماتت. ولكم 12 ساعة انقطاع كهرباء، كهرباء بعد ما نشوف بناحية الحرية، ماكو بناحية الحرية ماكو لا كهرباء ولا مي، لأن المولدات على الغاز مال المي ماكو يقولون غاز، وبعض المولدات عاطلة مال المشاريع، وكهرباء ماكو يصيحون عاطلة، والله الخط 33. ولكم ولكم يوم ساعة اثنين اسبوع شهر ولكم البيوت نار فطست. يا حكومة السوداني، يا وزير الكهرباء وانت المتحدث باسم وزير الكهرباء، ولكم جهنم فطست، ولكم محرم، ولكم هذا شهر محرم الحرام، ولكم كلكم مواكبكم بالجادرية والقصور والبيوت وتلطمون عليه، ولكم وين تعرضون الحسين؟ الحسين الحسين مات على مبادئ، ولكم مات مظلوم، ولكم مات عطشان، كتلتون ايه راح تموتون الشعب وموت الشعب. لا كهرباء، لا ماي، لا خدمات، لا ميزانية حصلنا، ضرائب، سلب، نهب، فساد، بوق. عمي ماتت فطست الوادم بالنجف وبالعراق والفرات الأوسط، ولكم احنا بنعيد الحرية فطست الوادم، الناس فارت. وإذا تطلع الوادم بعثية جوكرية مدعومين، قطتكم الإمارات السعودية، ولكم ماتت. كافي
كافي كافي هذيك الحكومات والله بسبب الجوكرية والتظاهرات تظاهرات باكو تيار صدري عزل وإلكم السيدة بيكم خير مئات المليارات تجيبوا الدول جيبوا حلول جيبوا مولدات شبيرة جيبوا على البحر عمي صار مو ستين حكومة السوداني مو حكومة هنا يوسف قلنا وجابه عمار الحكير عمل وادي فطست نار البيوت كافي ذليت الشعب موت الشعب تخلون الشعب جوعان منهك تعبان حتى يروح ويرجع يحب حب يديكم كافي طلعت ارواحنا كافي حتى الحكي والله بس مستحماكو. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر إلى محافظة نبقى في محافظة النجف إلى ناشط آخر من المحافظة يتحدث عن سوء إدارة دائرة الكهرباء في المحافظة وعدم إيجادها حلولا واقعية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي لنشاهد. السلام عليكم. يقول اليوم لا حياء لمن تنادي، احنا ما قاعد النادي وإنما قاعد نطلب ونطالب ونتكامل ويا الدولة مع الأسف. يعني انتوا اليوم خليتوا هاي الناس توصلها بمرحلة التظاهر وانتوا تجبروها على شنو؟ التظاهر والعصيان المدني. يعني نجيب لكم خيم وننصبها هنا بشرفكم صار أكثر من 20 سنة تيل مثل الأوادم يا فاسدين. أريد أقول والله ما حد عيب يتفضلك بس انتوا ما فازين عشان ما وصلتوا حال البلد هالمرة تيل مع مبالغة. خلي يشوف المشاهد بعينه يعني هذا وضع كهرباء زين؟ هذا يا ابنك بالشارع تقبل على نفسك تخليه يمر من يم هذا التيل؟ يا وزارة الكهرباء يا قطاع الخاص يا مديرة كهرباء النجف أنا ما أريد أوصل صوتي وإنما غصبا عليك وعلى كل مسؤول وعلى المحافظ وعلى رئيس مجلس محافظة وعلى كل نائب مسؤول على هاي الخدمات يطلع ويشوف حال واقع النجف المتردي. يا أخي ما يصير، إلى متى تبقون بهذا الفساد؟ نهب وسرقة وبوق خيرات البلد. يعني ما بقيت شيء لحد ما وصلت البلد لهذا الحال. أنتوا أعضاء مجلس محافظة من وصلتوا أموالكم 5 مليار بالشهر، شنو اللي قدمتوه صاركم 7 أشهر؟ هاي وحدة من سلبياتكم. أنا أريد أعرف من هو المسؤول على اللجنة مال الكهرباء. قال يطلع ويشوف أحسن ما قاعد بالمكتب ويصدر أوامر ويكرس حب هو والأعضاء ماته. اليوم لا حياء لما تنادي، هذا وطني، هاي أحد سلبياتكم مو إيجابياتكم. هذا وطني، منطقة حي الميلاد مقابل قطاع صيانة الميلاد. موضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر لكن نبقى في محافظة النجف حيث خرجت تظاهرة حاشدة في ناحية الحرية بالنجف للمطالبة بتوفير الخدمات ومن أهمها الماء والكهرباء وإنهاء التسويف الحكومي لمطالب الأهالي المشروعة. دعونا نشاهد ونستمع. نستعرض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع وهذا الموضوع. الحاج أبو صبا يقول: لا يوجد مظلومية بالعالم مثل مظلومية الشعب العراقي، أكثر من 20 سنة والشعب محروم من أبسط مقومات الحياة، من لا يستطيع خدمة شعبه ووطنه لا خير فيه، كفى فساد. حيدر يقول: وضع الخدمات وكهرباء النجف صفر، وين موازنة النجف من الفلوس؟ تعليق لدينا من فلاح الحاتمي يقول: حقها الناس، تعبنا وإحنا نشوف، بس سوف نعمل وسوف نبني، إزاحة هذه الطبقة الفاسدة هي الحل الوحيد. لدينا تعليق من أبو كيان يقول: أبطال ربي يحفظكم، كون أهل البراكية هم يطلعون ثورة ضد الفساد، لأن لا كهرباء لا خدمات لا محولات، منطقة منكوبة. جوري تقول: يجب محاسبة المسؤولين ومدراء الناحية
من مدراء الناحية من 2003 ولحد الآن بسببهم وصلنا لهذا الحال، كافي مجاملات ومستحى. وآخر تعليق من عباس يقول: إن شاء الله مظاهرات الحرية سوف تكون شرارة الأحرار في مواجهة الظلم والفساد والاستبداد في عراقنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، هاي المظاهرات الطالعة ويقول ثورة يا علي، ايش ثورة؟ سيدنا علي بريء من هذول الوجوه القذرة، ماكو جوي بالبرلمان وغير البرلمان. هذول ينكسون حتى اسم سيدنا علي. هاي ناس جت تدمير البلد أستاذ العزيز. يعني كهرباء، من يقول لك يقول لك كهرباء صار أكثر من 20 سنة وسوف يطلعون، ماكو هذول اللي كانوا بال صاروا راسوا سيمنز 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 يا عمي سيمنز، هي يجي متعاقد ويا سيمنز، طلعت هاي سيمنز عصات ما حد يقدر يجيبها سيمنز. نعم زين، انت من اي يجي يحكي انت يقول مظاهره؟ المظاهره وين تطلع المظاهره حبيبي؟ يطلعون هاي قوات الشغب، ماكو قوات الشغب تحمي هذول لان ما في جرس راح يجي السامر وتضرب العراقي وتأذي العراقي وتذبح العراقي. أمول وين جوي يدمرون العراق؟ لا جوي يدمرون العراق. طيب بس أريد أتناقش وياك سريعا. طبعا قضية سيمنز الألمانية اللي موجود في العراق حاليا هي جنرال إلكتريك الأمريكية اللي مسيطرة على 65% من مجال الطاقة أو قطاع الطاقة العراقي. 65% تتحكم به جنرال إلكتريك. مدى نسمعهم ما شاء الله، هذا عندهم هاي الترسانة العسكرية وهؤلاء الأفراد وميزانيات من موازنة الدولة ويأخذون رواتب ويريدون تقاعد، ليش ما تروحون تنهون عمل جنرال إلكتريك الأمريكية اللي موجودة على أرض هذا البلد ومسيطرة على قطاع 65% وأكثر قطاع الطاقة مسيطر عليه من جنرال إلكتريك؟ عفكم من سيمنز، ليش ما تروحون تنهون هاي السيطرة الأمريكية على قطاع الطاقة؟ أستاذ العزيز، هو من جاب له غير هذول السيطرة اللي هذول الأمريكان جابوهم؟ يعني انت اقول لك واحد يتمرد على ولي نعمته خاشوا رحمه زين، هم هذول من جابهم؟ هذول حصاله من جابهم؟ عمي دول عمال خدمه، يعتبرون عمال خدمه يشتغلون على هاي الامريكان. نعم، ماكو شيء استاذ العزيز، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. مساله والشعب العراقي بالعكس. اي ايش بيش استاذ العزيز؟ بالعكس، اني هذا الشيء من يطلع غير انا كيف احنا المهم ماكو من تجي تحكي يا يقول لك خلصنا من النظام السابق. يا عمي النظام السابق راح انتهى، شيء انتهى صار 20 سنه. نعم شيء صار ماضي صحيح. انت يجي ويرجع لك نظام سابق. عمي احكي لي عن نظام هسه الموجود، احكي لي عن العصابات. واكبر كذبه يتم ترويجها بين الوسط الشعب العراقي هي حزب البعث وخلايا والدولة العميقة للنظام السابق وجذور النظام السابق. طبعا الأمريكان باعتراف بول بريمر تحدث عن قانون اجتثاث البعث وبعدين صار المساءلة والعدالة، قال هذا القانون احنا كأمريكان غلطنا سلمناه بيد هؤلاء لأن استغلوا أبشع استغلال وصفوا على أثره الكثير من الأبرياء اللي ما لهم علاقة لا بحزب البعث ولا بالنظام السابق لكن كان قد استخدم بدوافع سياسية. والمختصر من الكلام أنه على قولتك 20 سنة وأكثر، 21 سنة ما بقى شيء اسمه النظام السابق أو إلى حتى أي جذور. دولة دمرت بفضل الأمريكان والدول المحيطة بنا وبفضل الكيان الصهيوني وإيران طبعا هي في المقدمة أيضا، وخلصوا هذا البلد من أي شيء. أنتوا حكمتوا 21 سنة، دخلت إلى وزارة الكهرباء أكثر من 100 مليار دولار بحسب تصريحات مصطفى الكاظمي وبرهم صالح وغيرهم. وينها؟ بس هذا السؤال اللي احنا نريد نعرفه. واحد استاذ العزيز، انا من الذين قلت لك شغلات، يقول لك الارهاب فلش بيوتكم، الارهاب كذا. يعني شغلات مال ناس فلح فلاح غنم يروح على التعويضات يقول له روح سوي لنا كتاب مال مساله عداله. زين انت تعرف هذا امي لا يقرا ولا يكتب، مساله وعداله مال شنو؟ يعني انت ارجع لورا، ارجع قبل 2003، هذول كلهم اكثرهم البلبرلمان. هسه اكثرهم البلبرلمان تلقيه قبل كان لو عضو شعب ولو عضو فرقه. طيب هسه انا تلقيه كان يتشطب مثل حش السامع مثل انا عندي سؤال حتى لا نروح على هذا الموضوع لان مو موضوعنا. انا عندي سؤال يتعلق بمحاسبه المسؤولين الفاسدين اللي قادوا وزارات الكهرباء، وزراء ومدراء عامين وغيرهم من 2003 الى هذا اليوم.
ليش ما تم محاسبة هؤلاء؟ بس اسمح لي، ليش ما تم محاسبة هؤلاء الوزراء؟ إذا كانوا يتكلمون عن القضاء العادل المستقل النزيه، تمام، المفروض اللي ما يتأثر بالضغوطات، المفروض يجيب الوزراء السابقين ويصدر أوامر قضائية ويطالبون الانتربول باستجلابهم إلى العراق لمحاكمتهم. ليش ما دي يصير هذا الموضوع؟ هم قالت عادي نصيب كيكة وتقاسمناها. يعني هم من تقاسموا شو نحاسبه؟ نعم. هم باقوا شو كل ما طالع حاسبه شو نحاسبه أستاذ العزيز؟ نعم. ما يحاسبه حبيبي، كلها شركة واقع بها الشعب هذا المسكين، وهذا الشعب إحنا نقول عليه مسكين، بس لا تزعل من عندي مع احتراماتي لك ومع احترامات الشعب العراقي، أبو زايد بهذا الشعب. أبو زايد هاي ديمقراطية. كريستال وبنتاغون ما ادري شنو هذا، ماكو هذن المخدرات، هاي الديمقراطيه اكلوها. بس حتى لا نظلم انا اشكرك ايضا، حتى لا نظلم ايضا الشعب العراقي. ابو عبد الله، الناس ما رادت هذا الشيء، الناس كانت خدعت بالوعود الكاذبه، خدعت بالصوره الجميله اللي رسموا لهم اياه في بدايه الاحتلال، وقالوا لهم راح نعيشكم في عراق مختلف. لما المالكي يتحدث في وقت من الأوقات وقال الديمقراطية أو العراق يعيش في أزهى عصور الديمقراطية والدستور الحالي لا مثيل له وغيرها، لما يطلع همام حمود يقول لا دولة مثلكم وغيرها من هذه التصريحات، وهذا العامر يقول الفقر كذبة، وذاك يقول حنصدر الكهرباء، ذولا غير المفروض يستحون على نفسهم وينسحبون من العملية السياسية بعد أن فشلوا في تحقيق أي من هذه الوعود اللي أطلقوها للشعب؟ استاذ منين يستحي؟ هو ما يستحي استاذ العزيز، هو من قبل بلده يحتل، من منو يستحي؟ من حاط بيده الامريكي وبيده اليهودي، من منو يستحي؟ هذا عنده غيره وعنده شرف، هذا اصلا كل غيره ما عنده، واللي يقول لك عنده غيره متوهم. شكرا جزيلا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، اشكر حضرتك للمشاركه. ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام. وثق ناشط من محافظة بابل حال الطريق السريع ما بين بابل والعاصمة بغداد، وانتقد الفساد في تنفيذ المشاريع الخدمية وعدم محاسبة الشركات المنفذة على حساب ضرر ومعاناة المواطن العراقي. دعونا نشاهد هذه اللقطات. أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى المشاريع اللي بداخل حدود محافظة بابل هيك يعاني من عندها المواطن. يعني يا ناس يا عالم، هذا طريق سريع ما بين حلة وبغداد، هسه احنا ما نريد نقول باقي المحافظات، هو رابط لباقي المحافظات، آمنتوا بالله. بس يعني معقولة يا مسؤولين؟ يعني معقولة وانا مسؤول من محافظة بابل ما فات وشاف هذا الإجراء اللي صار دي يبلطون الشارع العام على الطريق؟ غير المفروض من تعملون طريق بديل، غير يجاوب المشروع يبلطه يذبله سباس ينظفه. الله يرضى، محمد يرضى، احنا بهذا الشهر العظيم اهل البيت يرضون، الامام الحسين سلام الله عليه يرضى. يعني هاي تشوف هسه قدامك هاي الحاله، تشوف التراب وين واصل، تشوف الطسات وين واصله. قبل قليل شخص نزل جوه مات وغرزت السيارة ماته، ومدى يطلعوا مدى يقدرون يطلعوا بالسيارة ماته. زين هذا طريق مهم رابط بين محافظة ومحافظة والعفو محافظات الأخرى، من اللي يقبل؟ زين هذا المشروع ما عنده ضمير، ما يخاف الله؟ هاي الأموال اللي دا ياخذوها على المشاريع لتنفيذها، ما يقدر هسه هذا يجي يعدله بالشفل ويذبله سبيسات، ما يبلطه كطريق طريق بديل؟ يعني ما اعرف انا المن نشتكي يا رئيس الوزراء؟ معقوله انت ما تشوف؟ ما عندك رصيد؟ هسه نقول محافظات تساكته، زين انت يا رئيس الوزراء تقبل؟ هسه انت مو رحت للمستشفيات تدور 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 على 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 اشعه وعلى دواء وقلت الله لا يوفقني على هاي الخدمه؟ زين هذا انت الله يوفقك يا دوله الرئيس على هاي اللي دا يسووا بينا بالمواطنين؟ الى الله المشتكى، الى الله المشتكى، وشوفوا حاله المواطن شلون دا يعاني. يعني دي يريد يجي من باقي المحافظات يجي على بغداد هذه المسافة الطويلة بهذا الحال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف السيارات، شوف التراب، شوف الوضيع، طريق بديل ما نقدر نسوي؟ يعني هاي من أبجديات العمل، المهندسين اللي يعرفون يشتغلون يقول لك أبجديات العمل بالمشروع لازم أسوي طريق بديل.
مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، لكن نبقى في محافظة بابل، إذ اشتكى مواطن من رداءة الطريق البديل من الحلة إلى بغداد من جهة النيل بسبب قطع الطريق بحجة الصيانة وعدم توفير طريق بديل للمرور. دعونا نشاهد. هاي مأساة الشارع البديل للدولي المقطوع من الحلة باتجاه بغداد. هذه مأساة الطريق البديل. وين المسؤولين بالله؟ وين المسؤولين عن هذا الطريق؟ وهذا الطريق بديل، هاي الشاحنات مغرزة بنص الأتربة، رمال متحركة تقول مو شارع بديل، وينهم؟ وهذا الطريق يعني صعب لو يجيبون سبايس ويحدلون هاي المنطقة في سبيل سيارات العالم تمشي شوية براحتها وبأمان. وين اللي يدور أمان المواطن البابلي والعراقي بشكل عام؟ هاي الطرق الجديدة مالتكم؟ نستعرض تعليقات مشاهدين الكرام بشأن هذا الموضوع. حيدر يقول: هذا معناه استهزاء بالمواطن، لأن المقاول أو الشركة مسنودة من فوق. عندنا تعليق من عماد يقول: بالمناسبة ماكو عمل حاليا بالشارع، يعني مسوين التحويلة وما جاي يبلطون، بس الآليات متوقفة وسادة الشارع. تعليق لدينا من محمد يقول: أهم شيء تدفع الطرق والجسور، يقصد على الجباية. جبار يقول: حقوق الإنسان في هذا البلد مهدورة، وإلا هل يعقل هذا الاستخفاف والاستهانة بأموال الناس؟ ناجح يقول: الله لا يوفقهم، دمار مو شارع، والقديم مسدود بنفس الوقت، يجبروك تفوت بهذا الضيم. آخر تعليق لدينا من حيدر يقول: مع كل الأسف هكذا يتعاملون مع أرواح وممتلكات المواطنين بهذا الحال، أين الجهات الحكومية المعنية من ذلك؟ سؤال. ننتقل إلى الفقرة الثانية لدينا مشاهدينا الكرام، فقرة الإنفوغرافيك. طبعا في فقرة الإنفوغرافيك يرصد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية ويسلط الضوء على تزايد نسب حالات الطلاق في العراق نتيجة النهج المتبع لدى حكومات الاحتلال بتجهيل وإفقار المجتمع العراقي وزرع التفرقة بين مكوناته وحتى بين الأسرة الواحدة. دعونا نشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو قانون الأحوال الشخصية.
جدد مدونون عراقيون تفاعلهم مع وسم لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية والذي طرح في جلسة مجلس النواب، وينص على تغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1959، ويشار إلى أن البرلمان اضطر لسحب هذا المقترح بعد عاصفة من الانتقادات من ناشطين وقوى سياسية، حيث تؤكد هذه الجهات أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد مجحفة بحق العراقيين وتسعى إلى تأجيج الطائفية والتمييز ضد أبناء الوطن الواحد. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع إكس. ثائرة تقول: تعديل قانون الأحوال الشخصية غايته تفكيك الأسرة وإعطاء شرعية لزواج القاصرات خارج القانون وتعميق النفس الطائفي. أحمد يقول: القوانين لا تشرع من قبل المرضى النفسيين أو ممن يحملون روح الانتقام أو ممن لديهم ثأر شخصي ضد الجنس الآخر، ولا ممن يعانون من مشاكل عائلية ويعكسونها على القانون الذي يكلفون بتشريعه. زهراء تقول: مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من البرلمان فيه وصفة تدمير المجتمع وتفكيكه والعبث بركائزه الأسرية عبر تزويج القاصرات وسلب الأم حق حضانة الأطفال، ولا يمكن لعاقل منح الشرعية القانونية لعقود الزواج خارج محاكم الأحوال الشخصية الطائفية السياسية في تشكيل العوائل ستكون رسمية. لدينا تعليق من لوجين تقول: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضربة قاضية لما تبقى من آخر الحقوق المدنية وحقوق المرأة والطفل في العراق. طيب، هذه كانت التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وبهذا أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.